هذا المبنى كان أول مبنى قضائي في شبه الجزيرة العربية. هذا المبنى له تاريخ، رصد التوثيق، محاكمات السياسيين التي تمت في عدن فترة الحكم البريطاني للثوار وأيضاً ما بعد. هذا المبنى ذو دلالة وأهمية تاريخية. اليوم هذا المبنى جريح للأسف. قوة ضاربة دخلت محافظة عدن في السلاح الثقيل وتم الاستيلاء، البداية على خور مكسر ومن ثم كريتر ومن ثم مديرية التواهي حتى نزلت يوم 25 مارس 2015. كنا في مكاتبنا ونقوم بأعمالنا الاعتيادية، قضاة وموظفي السلطة القضائية في المحافظة، وفي تمام الساعة 10:30 جاءنا الاتصال وقالوا أن هناك اقتحام لمدينة عدن عن طريق قوة آتية من لحج وعليكم بمغادرة مكاتبكم. منذ اللحظات الأولى لعملية الاجتياح استباحت ميليشيا الإنقلابيين كل شيء في عدن وانتهكت كل الحرمات في محاولة لإسقاط ما تبقى من الدولة وإخضاع المدينة التي اختيرت كعاصمة بديلة لصنعاء. هذه القوات التي جاءت من لحج وهي القوات الإنقلابية وتمركزت في محكمة استئناف محافظة عدن والمجمع القضائي، وهنا كانت الكارثة حقيقة، وأصبحت المحاكم مسرح عمليات وكذا مقر النيابة العامة في خور مكسر الصولبان، وتم تدمير جزء كبير من المحاكم وهي محكمة الاستئناف وكذا المجمع القضائي تدمير شبه كامل والنيابة العامة تدمير كامل. هم لا يهموا قضاء ولا يهموا دولة ولا يهموا شيء، هذونا ميليشيات الغرض منه أنه نهدم كل شيء جميل. كان للمئة والعشرين يوماً التي عاشتها عدن خلال الحرب أثرها البالغ وتداعياتها السلبية ليس فقط على سكان المدينة بل وعلى اليمنيين بشكل عام. كل شيء في هذه المدينة كان هدفاً للاجتياح المسلح وضحية لعنف الميليشيا، وكانت البنية التحتية في صدارة ما دمرته الحرب. القضاء تهدد وتدمر وتخرب، مؤسسات الدولة برضو تهدمت ويحتاج إلى وقت، والبناء غير الهدم، فيحتاج البناء إلى أعوام كثيرة. الآن بهذه الحرب المعلنة تخلفنا 20 سنة إلى الخلف. حصل أنه تعدوا على كل شيء له حرمة، كان كقضاء، كان كسيادة، كان كمواطن، كان كطفل، كان انتهكوا كل الحرمات. استماتت ميليشيا الحوثي وقوات صالح في تدمير كل مقومات الحياة وهدم أسس وأركان الدولة في العاصمة المؤقتة،
وكان للسلطة القضائية النصيب الأكبر من العنف والدمار. ضربت بعض مقرات المحاكم، منها محكمة استئناف محافظة عدن، وأغلقت المحاكم بشكل تام والمؤسسات الأمنية بشكل تام، منها النيابات وأقسام الشرط والمحاكم، وما زالت متوقفة حتى يومنا هذا. تهديم المحاكم بالذات والقضاء بشكل عام من قبل الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح، الغرض منه أن لا يبقوا أي شيء قضائي أو قانوني يعود له المواطن بعد الحرب. تدمير ممنهج طال المحاكم والنيابات في عدن أثناء وبعد الحرب، ومعها تعطلت إجراءات القضاء والتقاضي، وحرم المواطنين من حقهم في العدالة والإنصاف. والهدف على ما يبدو تغييب سلطة الدولة في هذه المدينة المنكوبة كي لا يكون لها دورا قضائيا في توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيا وملاحقة المتورطين فيها. اليوم المحاكم واقفة، ملفات الناس ضايعة، يعني آثات المحاكم نهب، من المسؤول عن هذا؟ ضياع حقوق المواطنين بخروج السجلات وإحراقها ونهب المحتويات المتعلقة بالقضايا، هذا سبب كبير جدا في عرقلة الحياة في محافظة عدن. حرموا الناس من حقهم الشرعي في التقاضي والتنازع أمام المحاكم لتثبت كل ذي حق حقها. عدم وجود المؤسسات القضائية منها المحاكم والنيابات ساعدت في انتشار الفوضى، انتشار النزاعات المسلحة، انتشار القتل، انتشار الخلل الأمني الكبير الموجود في محافظة عدن والذي ما زال موجوداً حتى يومنا هذا، ولكن بشكل بسيط. في البوابة الشمالية لمدينة كريتر وعلى جانب الطريق الرئيس المتاخم لجبل حديد الاستراتيجي الذي يتوسط مدينة عدن، تستوقفك مشاهد الدمار وآثار ما تبقى من أقدم محكمة عربية وأعرق مؤسسة قضائية يعود تاريخ بنائها إلى فترة الاستعمار البريطاني. هذا المبنى تم استكمال بناؤه في عام 1964، بنته بريطانيا، واختيار الموقع كان له دلالات كبيرة. كان أول مبنى قضائي في شبه الجزيرة العربية. هذا المبنى له تاريخ، رصد التوثيق وغيره من أعمال الكثير، الأحكام القديمة موجود فيه، محاكمات السياسيين الذي تمت في عدن فترة الحكم البريطاني للثوار وأيضا ما بعد هكذا. في مطلع شهر إبريل وبعد أسبوع فقط من بدء الحرب، كانت ميليشيا الإنقلابيين قد تجاوزت خورمكسر ووصلت إلى مدخل مدينة كريتر، وبدأت التمركز في المحكمة الاستئنافية التي رأت فيها موقعاً استراتيجياً لتأمين زحفها باتجاه الأطراف الجنوبية للمدينة ووصولاً إلى القصر الرئاسي في جبل معاشيق. هم مسكوا هذا الخط لأن هذا عند المحكمة هي بوابة عدن، وهو أقرب اتجاه لهم لمعاشق. في هذه المحكمة باعتبار محكمة استئناف هي المدخل الرئيسي لمديرية كريتر، والتي هي تربط بين مديرية صيرة ومديرية خورمكسر، وكان لهم من السهل الاستيلاء عليها والتمركز فيها. هي تعتبر نقطة أو همزة وصل بين كريتر وخورمكسر ومدخل لصيرة، يعني مركز مهم. يعني هذه المحكمة تقع في إطار موقع جغرافي متميز باعتبارها
في اول مدخل محافظه عدن من جهه اتجاه قلعه صيره والبحر الجهه البحريه، وهذا جعل لها اهميه استراتيجيه في انها تقطع الخط من هذا الموقع، اضافه الى ان المبنى من المباني الذي تاسس سابقا وهو المباني القديمه الذي يعتبر تحصين من جانب قتالي. صارت المحاكم والنيابات جبهة قتال في حرب عدن ومسرحا للعمليات الحربية بفعل ميليشيا الانقلابيين التي تمركزت فيها، ومنها اتخذت مراكز لإدارة عملياتها العدائية ضد المدنيين. أول ما دخلوا المحكمة ثاني توزعوا، البعض راح للمحكمة والبعض الثاني دخل لما جهات المعاشية وبقوا في المحكمة كتكنة عسكرية يعني. قدموا لها عند المحكمة، دخلوا من وراء المول من جهات الساحل لورا مستشفى عدن، والنص مشى من الخط جهات المحكمة، أخذوا هذاك المكان موقع لهم كنقطة، أخذوا المحكمة كمقر لهم تمركزهم. كانوا يسجنوا بعض الشباب اللي خارج للخور، خارج للشيخ، خارج، أخذوا المحكمة هذه كسجن وكمقر بنفس الوقت لهم. مقر النيابة كانت غرفة عمليات لهذه القوات وظلت فيه، ولما تحررت عدن جينا بصورة يعني شيء كان مفزع حقيقة، مباني القضاء يعني تم تدميرها وتم أصبحت مسرح العمليات العسكرية. هم اتخذوها كمراكز عسكرية أثناء فترة الحرب، عندما دخلوا الحوثيين إلى محافظة عدن تمركزوا في أماكن من محكمة الشيخ ومحكمة الاستئناف، وجعلوها كمركز أو نقطة تلاقي فئات الحوثيين. درجونا في السجن حق المحكمة، جلست اليوم الأول معهم إلى الساعة 6 المغرب، خرجت أفطر معهم، ومن بعدها رجعونا ثاني مرة. اليوم الثالث تركونا إحنا لا طعام ولا أكل ولا شرب ولا ماء، ميتين 3 أيام لا أكل ولا شرب. وفي نفس اليوم هذا الظهر تم قصف المحكمة في اليوم الرابع اللي كنت أنا فيه في الأسر الظهر، ومن ثم انطلقوا الحويثة وهربوا وفروا إلى منطقة اللي هي منطقة محطة العاقل سابقا اللي هي قريب فندق ميركيور، انسحبوا إلى هنا ولا بقى أحد منهم. فأتى واحد من عدن مول، حراسة من الحراسة حق عدن مول، وفك لنا القفل جزاه الله خير وفتح لنا القفل، لكني لا أستطيع أن أمشي 3 أيام بلا أكل ولا شرب ولا ماء، وحملني إلى داخل المول وأكلني وشربني. وفي اليوم ذاك كان عيد الفطر المبارك، وذهبت إلى أهلي وأهلي كانوا يعتقدون أنني ميت، والحمد لله وصلت إلى عند أهلي كان العيد عيدين. ومع بدء عملية تحرير عدن في شهر يوليو، كانت المحكمة الاستئنافية كغيرها من مواقع تمركز الميليشيا هدفا لمقاتلات التحالف العربي، وكانت شعبة استئناف المحكمة التجارية الأقل تضرراً في هذا المجمع القضائي الذي يضم أيضاً نيابة ومحكمة صيرة الابتدائية. تشمل ثلاث محاكم، هي محكمة استئناف ميم عدن، والمحكمة التجارية ميم عدن، ومحكمة صيرة الابتدائية ونيابة صيرة. واعتقد أن المبنى هذا كبير، يضم 4 أقسام من المحاكم من السلطة القضائية، وعدد الموظفين كثير جداً، فلو تم إصلاحه وترميمه لتخففت الأعباء على السلطة القضائية وعلى المواطن في حد واحد. هذه مع المحكمة، هنا توجد المحكمة الاستئنافية المدنية والتجارية والجنائية، يعني هي مجمع العدد من المحاكم الاستئنافية ومحكمة والمحاكم الابتدائية التجارية والمحكمة الصغيرة، فهي تأخذ أهمية كبرى على مستوى محافظة عدن كاملا. اختصاص محكمة الاستئناف هي تنظر في قضايا الاستئناف المرفوعة من المحاكم الابتدائية، وهي نطاق اختصاصها محاكم تنظر القضايا الاستئناف في محافظة عدن كامل
في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في محافظة عدن بشكل كامل، فهي مختصة ولها دور كبير في توجيه الإشراف على جميع المحاكم. محكمة استئناف عدن اضطرارات كثير كثير، يعني اهتدمت مرة واحد، وشعوبة الاستئناف التجارية لا بس في حاجات بسيطة، بس الآتات استرقت منه، واضطروا يجمعوا المحاكم كله بمحكمات بشعوبة الاستئناف التجارية. دعت شعوبة الاستئناف التجارية 6 محاكم وكلنا في بين اشتغل. أضرار الحرب طالت أيضا المتحف القضائي الواقع في محكمة استئناف عدن، الذي يحتوي على مقتنيات نادرة وآلات استخدمت في المحاكم يزيد عمرها على 100 عام. أشياء كانت موجودة يعني مترامية في أماكن عدة، فقمنا بتجميعها وعملنا إعادة يعني تنظيفها وترتيبها، وكوننا المتحف بدعم من بعض الأصدقاء. وبعد أن عملنا هذا التجميع لهذه الأجهزة، تتصور أنه محكمة عدن هي أول من استعملت البروجيكتر في التاريخ القضائي في الجزيرة والخليج، أول آلة حاسبة استخدمت في عدن، استنسل الآلة الطابعة اليوم بالكمبيوترات، هذا الاستنسل موجود، أشياء كثير. أيضا صور القضاة، أسماء القضاة من القرن الهجري الأول وحتى يومنا هذا بالتسلسل تم تسجيله وتم توثيقه وتم تعليقه في لوحة شرف لهؤلاء الناس. إضافة إلى هذا جمعنا الكتب التي تتحدث عن تاريخ القضاء في عدن، أيضا الأحكام القديمة في محكمة عدن، مكتبة تاريخية ضخمة أعدت تأهيل هذه المكتبة وحافظت عليه، ولكن للأسف في ليلة وضحاها انتهى كل شيء. الحرب كانت كارثية على عدن، والعنف الذي رافقها لم يسبق للمدينة أن تعرضت له من قبل، ولا يمكن للدمار أن يكون الأثر الوحيد لأبشع حرب تدميرية عاشتها عدن، ولا زالت حتى اللحظة شاهدة على حرب ظالمة وعدالة مفقودة، وللحكاية بقية.